الله عليه وسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى من كتابه تقريب الاعتقاد عن دوائر الحال الاولى دعوى ان سكوت الباقين تقرير لفعل فلان مع رفض من عدم دلاله السكوت على التقرير. بيتكلم عن شنو الإمام الصنعاني في قوله الأولى والثانية؟ أصلاً يا جماعة أصل شبهة عباد القبور قالوا كل الناس دي بتتبرك بالقبور وتذهب إليها وتستغيث بأصحابها وده إجماع، فهو بيرد على كلمتين وده إجماع الكلمة دي، وبينا معنى الإجماع عند العلماء وبينا أنواع الإجماع وتكلمنا عنها. فقال لهم قول، رجع تاني قال لهم قولكم انه ده اجماع ده باطل لسببين او لجهتين. الاولى قال دعوى ان سكوت الباقين تقرير لفلان لما عرفت من عدم دلاله السكوت على التقرير، لانه هو اصلا بينكر يا نوع من انواع الاجماع السكوت اللي هو الاجماع الظني الامام الصنعاني. فقال سكوت الناس ده انتوا قلتوا ده تقرير لانه موافقين، قال ده ما صحيح، ما معناته اي زول ساكت على حاجه معناته موافق. الثانيه قوله فكان اجماعا، فان الاجماع اتفاق متهدي امه محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب اليه اجماع ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك وقد اثنى الحافظ على شخص من حمفاله وفيه رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون، فقال ان تكلمت خالفته. يعني اذا بالمساله جابوا ذا بينكر به الاجماع الذي يسمى بالاجماع السكوتي وهو الظني. قال في جماعه قاعدين عند ملك وكلهم اثنوا على شخص واحد قاعد الا واحد ساكت ما اثنى معه، لا اثنى عليه ولا ذمه. فالملك ساله قال لي ما لك لا تقول كما يقولون، قال ان تكلمت خالفتهم. يعني هو ساكت لكن مخالف، فيبقى ما كل ساكت موافق، صحيح؟ إذا قال لهم الموضوع إجماع وسكوت ده ما صحيح، وكونكم تقولوا الأمة أجمعت على عبادة القبور والاستغاثة بها والتبرك بأعتابها، قال لهم ده باطل أول شيء شرك، ونمرة اثنين ده ما إجماع ذاته. نعم. صلى الله عليه وسلم. فمنكر سكوت الرضا، فإن هذه نكرات أسسها في يده السيف والسنان ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلم وأعراض تحت قوله وكلم، فكيف يقوى الرجل من الافراد على دفع عما اراد؟ نعم، اصلا البنشر يا جماعه الشرك هم دعاة الشرك وعلماء الضلال، والذي يقويهم ويؤيدهم هم الملوك الجهله بالعقيده والحكام الظلمه، يعني ده منذ قديم الزمان. فقال لهم ده دماء العباد بيده، وفي ناس ما بيقدر ينكر. نعم. فإن هذه العباد والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه وأهله بل والله صحيح، القوة دي هي أكبر سبب ووسيلة إلى هدم الإسلام، وما ضيع الإسلام بالذات في السودان وغالب البلدان إلا القوة والأضرحة دي، ضيعت الدين وضيعت الدنيا ذاتها، لأنه كانت السبب الأعظم في وقوع الشرك من الناس. فلما أشرك كثير من الناس بالله عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن ضيق عليهم دنياهم وضيق عليهم في أرزاقهم، عشان كده ربنا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني مشركة، يعني إن أخذه أليم شديد. وحدث الضائقة الاقتصادية اللي نحن فيها في السودان دي سبب الشرك الموجود في السودان، فالدائر انه الاقتصاد يفتح للناس والمعيشه تبقى سهله ورغده للناس علو انه يدعوهم للتوحيد وينهاهم عن الشرك. اما الشرك بيعملوه الليل الحزبيين ولا فين مع الصوفيه ولا فين مع عباد القبب، ده اللي بيزيد البلوى زياده. صلى الله عليه وسلم. من يعبدها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على غريب له أو على من يحسن الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير
الكبير. نعم، الجبب دائما بيعملوها الملوك والرؤساء لأقاربهم، أو يعملوها لواحد شيخ ديني بيعتقد أنه صالح وأنه ولي، يعملوا له الجبة. وده كله حرام في الشرع، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لعن من بنى القباب وشيدها وأسرج فيها سرج، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والأدلة كثيرة. ويزور الناس الذين يعرفون زيارة الأموات دون درس به ولا باسمه، بل يدعون له ويستغفرون. ده في البداية، في البداية قال أول ما يبنوا القبة في طبعا مرضانين بيجوا، وقال في ناس بيجوا يقول لك دارين ندعو له بس، هو لا عنده نفع ولا عنده ضر، لكن في علم ده ذاته غلط، لأنه بيكون ذريعة لحصول الشرك بالله ولتغرير الجهال. بعد ما ينقرضوا ديل اللي بيجوا بيدعوا للميت ديل، بعد ما ينقرضوا بيجوا ناس بعديهم بيعبدوا عديل، كما حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى ينقرض من يعرفه وأكثره فيأتي من يعلم فيجد قرنا قد شيد عليه الغنى وسويت عليه الشموع وفرش من فراش الفاخر ورقيت عليه السلوف ورقيت عليه الأوراق والزهور. أقرأ سورة عشرة. أصل القبر يا جماعة لما يبنوا فيه بنيان، بالذات يكون بنيان جميل وفيه أنوار وملون وفيه كهرباء وفيه مكيف، الجهال بيقول الزول المدفون ده تعيد عظيم، وإلا ما كان عملوا الأنوار دي كلها، ومن هنا يدخل الشرك بالله، وأحيانا يكون ما في فكيت حزاته فاضي. وديل الدراويش اللي بيكونوا قاعدين في القبة راجين النساوين، قبح الله وجوههم، بيكونوا قاعدين ديل بيكذبوا في القبر ده، يقول والله القبر الشيخ ده طالع بالليل مشى السير وجاء وحصل وكذي، بيغشوا الناس ليه؟ عشان الزباين يجوا كتار، لأنه كل زبون بيجي شال خروف بيجي شال ديك بيجي شال قروش، فكل ما كتروا كل ما ثروتهم كترت، عشان كده بيكذبوا، زي ما جريت الدار قاعدة تكذب إنه المكاشف طلع من القبر عمل عملية لفتاة عمره ما عارف 20 ورجع تاني، وده كله كذب وما يقدر يطلع من هنا أبدا إلا الغيامة تقوم. لو طلع المكاشف معناته الغيامة قامت، لو الغيامة ما قامت ما بيطلع. نعم. حتى يقص بهيج من الذي كل باطل، ولهذا لم يثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج القبور، على من أسرج على القبور وكذب عليها ومنع عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه متيم عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. منهي عن البناء على القبور والكتابة وإسراج، ده كله منهي عنه، وإضافة إلى أنه منهي عنه هو ذريعة ووسيلة إلى حصول الشرك بالله، لأنه المدفون ده هيعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن قلت هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقبت عليه قبة عظيمة حفرت فيها الأكوان، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بنوها منه صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيه ولا من تابع التابعين ولا من علماء أمته ولا من علماء أمته وأئمته بالذي بل هذه قبة معمولة على قبر صلى الله عليه وسلم بتنمية مظلوم مثل الآخرين وهو قلاء كل الصالحين المعروف الملك بالملك المنصور في سنة 78 ذكره في تحقيق المصرة في تلخيص معاد في تلخيص معاد في الهجرة. فهذه أمور دولية لا دينية يتبع فيها الآخر الأول. طيب دي شبهة جاب ورد عليها، والآن بيجيبوها الصوفية في كل زمان ومكان، انتوا قلتوا القباب حرام، طيب قبة النبي عليه الصلاة والسلام الخضراء في المدينة في المسجد النبوي كيف؟ دي ما دليل، قال لك دي أمور دولية ما أمور شنو؟ دليلية، لأنه الدليل من الكتاب والسنة، ما الدليل إنه في قبة بنوها؟ لو كان بنوها الصحابة كان ممكن يكون في كلام، قال لك ما بنوها الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، بناها قلاوون الصالح أو في عهد قلاوون الصالح الملك المنصور سنة 678. دي شنو يا جماعة؟ دي القبة الخضراء الفوق دي، هو بيتكلم عن القبة، أما دي رد لك على أنه الصحابة ما بنوها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما دليل بناها ملك من الملوك.
أما دفن النبي عليه الصلاة والسلام ودي الشبهة الثانية اللي بيجيبوها. الشبهة الأولى القبة ودي رد عليها الصنعاني. الشبهة الثانية دفن النبي عليه الصلاة والسلام في، يقول لك دفنوه في مسجده، ما دفنوه في مسجده، دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة كانت خارج المسجد. وليه دفن في حجرة عائشة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي اختلف الصحابة، قالوا هل ندفنه حيث ندفن موتانا بالبقيع أم أين ندفنه؟ وقالوا أقوالا، حتى جاء أبو بكر الصديق فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب الله أن يدفن فيه. قال فأزاحوا السرير وأعمقوا في الحفر تحت السرير اللي كان فيه والنبي صلى الله عليه وسلم متوفي. وين كان؟ في حجرة عائشة. يبقى ما دفنوا في المسجد، دي واحد، دفنوا في حجرة عائشة لأنه في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليه النص ده أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أصلا إنه الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، ليه ودفنوا في حجرة عائشة؟ ليه السيدة عائشة قالت غير أنه خشي أو خشي هو الرسول أن يتخذ مسجدا. يعني تخيل إنه كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم برا ما محفوظ جوا غرفة، كان حيحصل شنو؟ صوفيا كان سفوا تراب المقابر شت خلي قبر الرسول، كان سفوها من هنا لليابان كلها لحسوها شت، ما مرضانين مرض. لكن قال غير، قالت غير أنه خشي الرسول، خشي إنه يتخذ شنو؟ مسجد. عشان كده قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. فقالوا ده كان حفظ لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من عبث العابثين ومن فعل الجاهلين المشركين. هو الآن قبب حقت ناس، ناس مجارمة، هم مجارمة عديل، واحدين كفر عديل، تعرفوهم شيوخ كبار شيوخ طرق بيسفوا ترابه، فكيف بقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان كده كانت دي حكمة إنه يكون هنا يا جماعة. طيب الغرفة دي ذاتها في عهد، لما جاء عهد عثمان بن عفان وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسع المسجد بجميع الجهات إلا جهة الغرفة، خلاها برا الجامع. فانتهى عهد عثمان وعهد علي وعهد الصحابة كلهم، ولم يكن هناك أحد من الصحابة في المدينة. واحفظوا الكلام ده اكتبوه لأنه درد على الشبهات في العقيدة. آخر صحابي مات في المدينة هو جابر بن عبد الله بن حرام، مات سنة 78 هجرية. سنة كم؟ 78 هجرية. والذي وسع المسجد من جهة القبر، ما قلنا عثمان بن عفان خلى الغرفة برا، أز أول واحد جاء وسعه من جهة القبر ودخل القبر جوا هو الوليد بن عبد الملك سنة 88 هجرية. يعني بعد وفاة آخر صحابي اللي هو جابر بعد بكم سنة؟ 10 سنوات. آخر صحابي توفى هو جابر سنة 78 هجرية، لحد سنة جاء الوليد بن عبد الملك حكم سنة 86 ودخل القبر سنة 88 ومات سنة 96 هجرية الوليد بن عبد الملك. سنة 88 ده ما في صحابي واحد في المدينة، عشان ما يقول لك الصحابة أغروا الكلام ده، ما في ولا صحابي، لأنه جابر مات قبل 10 سنة من إدخال الحجرة داخل المسجد. مات سنة كم؟ 78. في شبهة قالوا لا كان سهل بن سعد موجود في المدينة لأنه مات سنة 91 هجرية. شيخ الألباني قال وهذه الرواية معضلة ضعيفة، إنه سهل بن سعد مات سنة 91 هجرية في المدينة، دي ما صحيح. إنما الصحيح إنه آخر صحابي موتا بالمدينة هو من؟ جابر سنة 78، يبقى ما في ولا صحاب، عشان يقولوا الصحابة غروا الكلام ده. فعلوا ملك من الملوك، لا هو صحابي ولا هو الوليد بن عبد الملك فعل ذلك. فدي الرد على الشبهة الثانية. الرد على الشبهة الثالثة، وطبعا نسي الحكومات السعودية جاءت عملت جدار مثلث 3 مرات تقريبا وجعلوه غرفة يعني محجورة أو معزولة مفصولة من
مكان الصلاة، لأنه يكسر القبة الفوق ولا كده، ده مشكلة كبيرة ودي فتنة كبيرة. عشان كده الشيخ سليمان حفظه الله قال واستدل العلماء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة. فخشية المفاسد جعلوها زي ما هي، لكن حوطوها بجدران ما بزول مرضان بيقدر يصلي عليها ولا يمشي يتبرك بها لها. واستجاب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا للعباد. الشبهة الأخيرة ونختم بها معلش قبل الأذان: دفن أبو بكر وعمر. طيب، قالوا ده الرسول عرفناه، يدفن حيث مات الأنبياء. أبو بكر وعمر ليه خشوا هنا؟ خشوا هنا بكلام الرسول، ودي أورد حسب ما أعلم. خشوا هنا أبو بكر وعمر فقط بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأبو بكر لما كان في وقت الموت والموت أوصى أن يدفنوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ده الرسول قال عنه: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وشنو وعمر. قالوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى دي سنة، إن أبو بكر يدفنوا جنب الرسول دي سنة الرسول ذاته، لما قال: وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها. وكذلك عمر لما انطعنوا أبو لؤلؤ وجخلاس في وقت الموت، استأذن عائشة أن يدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فدفن معهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر. الدليل الثاني على جواز دفنهم هنا أبو بكر وعمر بس: إجماع الصحابة. الصحابة كلهم قاعدين، كلهم أجمعوا وأقروا، بل هم الحفر القبرين، قبر أبو بكر وقبر منو؟ عمر، ودفنوهم. وأعلى مراتب الإجماع على الإطلاق هو إجماع الصحابة. حتى العلماء قالوا الإجماع لا يمكن، وبعضهم قالوا كذا وكذا، اتفقوا جميع العلماء، اتفق جميع العلماء على أن إجماع الصحابة أعلى إجماع، وهو دليل وحجة، ومن خالفه كفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأعظم الأمة منه صحابة. ولقول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. والمؤمنين هنا هم الصحابة بنص القرآن، والقرآن أعظم تفسير للقرآن. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. المؤمنين ذي الصحابة، ربنا أثبت لهم إنهم المؤمنين. وهناك في آخر الأنفال ربنا قال: أولئك هم المؤمنون، بعد ما ذكر المهاجرين والأنصار، قال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وذيل المؤمنين برضو. فالبيتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فأجمع الصحابة إن أبو بكر وعمر يكونوا هنا، حتى التابعين، خلي الصحابة، التابعين كان ده فهمه، لما روى البخاري من رواية أبي موسى قصة طويلة، إن أبو موسى قال: اتوضيت من البيت وقلت اليوم حكون بواب الرسول عليه الصلاة والسلام، وجيت في البير اللي قاعد فيه، وبير أريس، وقال قعدت في الباب حرست النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ودلك رعينه في البير زي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر استأذن له وقعد عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ودلك رعينه في البير. جاء عثمان استأذن له، والقصة طويلة، قعد بهناك، ما قعد في صفهم الثلاثة، قعد قصادهم في البير وقبل على الرسول أبو بكر وعمر. قال سعيد بن المسيب، وده ما شافه في النوم، ده حديث مروي وصله تابعي، قال سعيد بن المسيب: فأولت ذلك بقبورهم. قال ابن حجر: وفيه وقوع التأويل في اليقظة، وهو الذي يسمى الفراسة، ومعناه اجتماع قبري الصاحبين أبي بكر وعمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانفراد عثمان عنهم في البقيع. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد ورسوله.